محمد بوشتير مومني، رئيس جامعة عبد الملك السعدي. كنستقبل اليوم برئاسة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان وفد فلسطيني رفيع المستوى وأعضاء ديال بيت مال القدس، وكالة بيت مال القدس المنبثقة على لجنة القدس اللي كيترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو. وهذا اللقاء هذا كيدخل في الإطار ديال انفتاح الجامعة جامعة عبد الملك السعدي، بحيث أنك تعتبر جامعة ولا مؤسسة عمومية داعمة للقضية الفلسطينية. وكذلك غادي يكون واحد النقاش فيه مداخلات ديال الأعضاء ديال الوفد الفلسطيني ومتدخلين من الجامعة ومن المجلس الجهوي الأعلى ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة. أتينا اليوم بدعوة من وكالة بيت مال القدس ومن لجنة القدس، لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. أتينا إلى المغرب الشقيق، إلى المملكة المغربية بزيارة أخوية، كالمعتاد نأتي للمغرب لزيارتها ولزيارة المدن المغربية ووضع أهلنا وشعبنا في المغرب بآخر التطورات في المدينة المقدسة. اليوم كان لنا مشوار طويل وجميل، شاق صحيح لكن جميل جدا، في مدينة طنجة تعرفنا بكل معالمها وبتاريخها الحضاري المشرف. وأتينا اليوم إلى جامعة عبد الملك السعدي لنلتقي بالكادر الجامعي، لنلتقي بالعمداء والمدراء، لنضعهم صورة آخر الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة والحصار الذي تحاصر فيه المدينة والمسجد الأقصى المبارك. بإذن الله سنضعكم بكل التفاصيل في داخل المحاضرة بإذن الله. شكرا لكم.